لم يكن التوقيع على اتفاقيتي التعاون العسكري وتعيين الحدود البحرية بين أنقرة وطرابلس أواخر العام الماضي أول خطوات التقارب بين العاصمتين، لكنه مثل نقلة نوعية. بعد سنوات من الدعم، وجد أردوغان أنه لا يستطيع المخاطرة بسقوط حكومة السراج التي باتت محاصرة في رقعة ضيقة غربي البلاد، فقرر المغامرة بدخول المسرح الليبي بشكل مباشر. لأن كانت القوات المسلحة أنا داخلة باتجاه عمق العاصمة، وأنا أؤكد لك إذا استمرت في القتال لدخلت وانهارت هذه الميليشيات المسلحة، خصوصاً وبأن ميليشيات مصراتة إذا ما أردنا أن نركز عليها بشكل أساسي باعتبارها القوة الضاربة للمشروع الرافض للدولة ولمؤسسات الدولة وخاصة الجيش والشرطة، تلاحظ بأن ميليشيات مصراتة استنزفت بشكل كبير جداً. لكنه يعلم أن المقامرة بإرسال الجنود الأتراك إلى ميدان القتال قد تحمل مخاطر سياسية مع تنامي المعارضة للزج بالجيش التركي في مسارح متعددة. حل: الفصائل السورية الموالية لتركيا والمعروفة باسم الجيش الوطني السوري، تلك الفصائل التي تعتمد بشكل شبه كلي على دعم أنقرة وشاركت كجزء من العمليات العسكرية التركية في الشمال السوري خلال السنوات الماضية. منتصف ديسمبر دعي قادة تلك الفصائل لاجتماع سري في مدينة غازي عنتاب مع الجانب التركي، وهناك طلب منهم الاستعداد لإرسال مقاتليهم إلى ليبيا. ما لبثت الأنباء أن تسربت، وعلت أصوات المعارضة السورية من خارج تلك الفصائل تندد بترك معركة مستعرة على مرمى حجر في إدلب من أجل مسرح عمليات يبعد مئات الأميال للقتال في معركة لا ناقة للسوريين فيها ولا جمل. هذا أمر مرفوض للثورة السورية، لا يمكن أن أجرد الشعب السوري من سلاح 9 سنوات ويقاتل فيه ويقول أنا ضد سياسة الارتزاق. أنا لا أوقف جنب السراج ولا أوقف جنب حفتر، وإذا كان لدين الشعب الليبي علي أنا ما برده في الدم وبرده في القتال. الجيش الحر في ليبيا. في 28 من ديسمبر ظهر هذا الفيديو لمقاتلين سوريين يقولون إنهم في ليبيا، لكن أطراف الحدث أصروا على الإنكار. أصدر ما يعرف بالجيش الوطني السوري بياناً ينفي فيه نفياً قاطعاً إرسال مقاتلين إلى ليبيا، وكذلك فعلت حكومة السراج زاعمة أن الفيديو التقط في إدلب، غير أن عدداً من الخبراء ما لبثوا أن حددوا الموقع في إحدى الضواحي جنوبية طرابلس، ومع توالي الصور والفيديوهات لم يعد ثمة مجال للنفي. في النهاية جاء الاعتراف من أردوغان نفسه. في أواخر فبراير أقر بوجود مقاتلين سوريين في ليبيا، بل وأعلن مقتل 2 من الضباط الأتراك هناك. خريف العام الماضي ومع انتهاء العملية المسمى نبع السلام التي شنتها تركيا والفصائل الموالية لها ضد القوات الكردية، صار هناك فائض من المسلحين بلا قتال، والمشهد في الشمال السوري قاتم، ضائقة اقتصادية خانقة وأحوال معيشية متردية. وبالتالي اليوم لم يعد هناك مجال للقتال، وبالتالي هؤلاء أصبح لديهم فائض من القوة. هذه نقطة. النقطة الثانية والأهم أنا بعتقد هو الحالة المعيشية، الحالة الاقتصادية لهؤلاء الشباب. عندنا 4 مليون سوري موجودين في تركيا، عندنا 4 مليون سوري موجودين في المناطق المحررة، لديهم لا أقل من 500,000 شاب عاطل عن العمل. لم يكن من الصعب والحال هكذا أن يتم إغراء كثيرين بالذهاب للقتال في ليبيا. الصحفية الأمريكية لينزي سنيل كونت شبكة من المصادر بين المسلحين السوريين أثناء تغطيتها للمعارك هناك في السنوات الماضية، تقول إنهم فوجئوا بعروض بلغت $2,000 في الشهر. متوسط راتب المقاتل السوري في سوريا حوالي $100 في الشهر، فالعرض المقدم للذهاب إلى ليبيا مغر جداً. لقد حاورت أكثر من 20 منهم، ومعظمهم يقول صراحة إنه يعتبر نفسه مرتزق. الأمر بالنسبة لهم مجرد راتب، معظمهم لا يعرف حتى من يقاتل في ليبيا. وإن كان العرض مغرياً للعناصر، فهو أكثر إغراءً لقادة المجموعات.
إذ يتلقى كل منهم نسبة من راتب كل عنصر يتم إرساله إلى ليبيا. زوج هذه المرأة سافر إلى هناك بعد إلحاح من قائده. لا زالت هي في الشمال السوري وتخشى الكشف عن هويتها خوفاً من أجهزة الأمن التركية المسيطرة على المنطقة. من شي 4 شهور اجى قائد الكتيبة لعنا على البيت وصار يلعب بعقل جوزي إني مشان يطلع على ليبيا، وكان شغله ضعيف كتير على يعني كنا عايشين على راتب يلي هو 300 ليرة تركي بس، وأنا ما كنت موافقة على طلعته وعلى ليبيا، بس الفقر صار من جهة وعرض عليه راتب مغري من جهة، إن الراتب اللي عرض عليه هو كان السبب ليروح على ليبيا. عاد هذا الرجل إلى سوريا مؤخراً بعد أن قضى بضعة أشهر في ليبيا، ويخفي هو أيضاً هويته لنفس الأسباب. يتذكر خط سير الرحلة. بلشنا نجمع بمقرات ومواقع ومعسكرات تابعة للفصائل المقاتلة هون على الأراضي السورية، مثل تركمان بارح وأخطرين وأرشاف هاي المناطق هاي. فكنا نجمع كل 60-70 عنصر، كل 60-70 مقاتل تطلع حملة. بنقطع الحدود عن طريق معبر حمر كلس اللي موجود على الحدود هون بالقرب مننا. الأتراك كانوا ينقلونا من كلس لعنتاب عن طريق باصات، نوصل لعنتاب نطلع بمطار عنتاب، وقت نطلع بمطار عنتاب تجي طيارة تنقلنا من عنتاب إلى اسطنبول بشكل مباشر. نزلنا من طيارة اسطنبول طلعنا بطيارة نقل جنود تشبه اليوشن أو هيك، هي تابعة لحكومة الوفاق الليبية، فتنقلنا عن طريق الطيران إلى ليبيا مباشر. طائرة اليوشن، الأرجح أن الطائرة التي يتحدث عنها هي هذه الطائرة ذات الرمز المسجل 5APOL، طائرة نقل عتاد وأفراد روسية الصنع تملكها حكومة الوفاق الليبية. على مدى الشهور الماضية قامت الطائرة بعشرات الرحلات من وإلى اسطنبول، تختفي من على الرادار دائماً قبالة السواحل الليبية. لكنها ليست الطائرة الوحيدة. في 16 يناير ظهر هذا الفيديو على مواقع التواصل. تصميم مقاعد الطائرة أظهر أنها تابعة للخطوط الجوية الإفريقية المملوكة للحكومة الليبية، أمر ما لبث أن أكده فرع الشركة في المنطقة الشرقية. كما تشير القرائن إلى عدد من طائرات الأيرباص التابعة للخطوط الليبية وطائرة أخرى لشركة الأجنحة الليبية، وهي شركة خاصة يعتقد أنها تابعة لعبد الحكيم بالحاج زعيم الجماعة الليبية المقاتلة المنحلة. ففي الوقت الذي كانت الرحلات الدولية معلقة من وإلى البلدين بسبب جائحة كورونا، كانت تلك الطائرات تقوم برحلات بين اسطنبول والغرب الليبي، واستمر الأمر في رحلات غير مجدولة تختفي أجزاء منها من شاشات الرادار. يصل عناصر الفصائل السورية إلى مطار مصراتة أو مطار معيتيقة في طرابلس، ومن ثم يبدأ توزيعهم على المقرات لتبدأ مرحلة جديدة من الرحلة. وصلنا لليبيا لهنيك تم فرضنا على قطاعات على جبهات مثل مشابهة لسوريا، يعني كل قطاع مثلا اسمه سيف كذا أو رقم كذا أو هيك. فكنا نحن مستلمين أحد القطاعات أو أحد الجبهات العسكرية نحن بالفيلق الثاني، وكل يعني التشكيل اللي طلع من هون نفسه كان موجود هناك، نحن طلعنا بتشكيل عسكري كامل. يتم تسكينهم في مقرات بعضها منازل مدنيين أخليت نتيجة المعارك. يتم توزيعهم على محاور القتال الممتدة من جنوب شرقي طرابلس إلى جنوب غربها في المواجهة تماماً مع قوات الجيش الوطني الليبي. أما الضباط الأتراك فبعيدون عن خط النار. الأتراك الذين تحدثت معهم في ليبيا معظمهم يقومون بأدوار التدريب والإشراف فقط، وعدد كبير منهم في قاعدة مطار معيتيقة للإشراف على الدفاع الجوي. أمر تؤكده شهادة ميدانية
دور الضباط الأتراك المتواجدين هناك هم فقط محصور على وجودهم في مطار طرابلس أو في القواعد، في بعض القواعد التي تنتشر هناك. كان دورهم محصور فقط لإعطاء الأوامر للقيادات السورية كما أتوقع أنا، ولكن نحن ليس لهم أي تواجد حتى بيننا. فمن هي تلك القيادات السورية؟ بالنسبة للقادة الصف الأول الذين خرجوا إلى القتال في ليبيا مثل قائد فرقة الحمزة وقائد لواء السلطان سليمان شاه وقائد فرقة السلطان مراد، كلهم ذهبوا للقتال أو لإدارة العمليات أو لقيادة العمليات في ليبيا. قادة فرقة الحمزة ولواء سليمان شاه وفرقة السلطان مراد، يقول الرجل. فرقة السلطان مراد من الفيلق الثاني يقودها فهيم عيسى، الذي ترددت أنباء غير مؤكدة عن إصابته في ليبيا. يعتقد أن لها نصيب الأسد في عدد المقاتلين هناك. يغلب عليها المكون التركماني، وهي من أكثر المجموعات قرباً لتركيا. أما فرقة الحمزة من الفيلق الثاني كذلك فيقودها سيف أبو بكر، الذي كان ملازماً أول في الجيش السوري ثم انشق عليه. وشاركت الفرقة في كل العمليات التركية في الشمال السوري. ومن الفيلق الأول لواء السلطان سليمان شاه المعروف باسم العمشات، نسبة لقائده محمد جاسم أبو عمشة. في محافلهم يتصدر العلم التركي المشهد في نفس مقام علم الثورة السورية. ثلاثة من بين أكثر الفصائل السورية الموالية لتركيا مشاركة في القتال بليبيا، وإن كان المشهد يضم كذلك معظم الفصائل الأخرى بدرجات متفاوتة. تقريباً كل الفصائل أرسلت مقاتلين، لأن من لم يرسل تم وقف الدعم التركي عنه أو تم تهديده بوقف الدعم. هذا معناه وقف الرواتب والإسناد، وبالتالي عدم القدرة على الاستمرار في الوجود كفصيل مقاتل. لذا فإن معظمهم أرسل، وعلى الأخص الفصائل ذات المكون التركماني، بالإضافة إلى هيئة تحرير الشام جبهة النصرة السابقة. اليوم الأول في الاقتحامات اتجاه مطار طرابلس. وجود عناصر من جبهة النصرة للقتال مع حكومة الوفاق في ليبيا يمثل عنصراً شديد الإحراج، فهي مصنفة دولياً كحركة إرهابية ورسمياً تناصبها تركيا العداء. ومع ذلك فإن شواهد عدة من بينها هذا المقطع تشير إلى وجود عناصر النصرة من سوريين وجنسيات أخرى في ليبيا. عنصر إحراج آخر يتمثل فيما يتسرب عن تجنيد أطفال للقتال. وثق هذا التقرير الصادر عن منظمة حقوقية سورية شهادات عدة تؤكد الأمر. لقد رأيت ضمن مجموعتي 5 أطفال على الأقل، واضح جدا من بنيتهم الجسمية أنهم أطفال. لقد جاءوا عن طريق الفصائل، تم تجنيدهم مؤخرا على ما يبدو. كنت داخل أحد المحلات في المدينة ودخل قيادي في فرقة المعتصم بالله ومعه 3 أطفال. أحد الأطفال قال إنه نازح من غوطة دمشق، أما الطفلان الآخران قالا إنهما من مدينة حلب وأعمارهم بين 15 و16 عاما. لم يفصحوا عن أسمائهم، لكن خلال الحديث أخبروني أنهم وبموافقة أهلهم سيذهبون إلى ليبيا، وكانوا فرحين جدا بحصول الواحد منهم على راتب شهري قدره 3000 دولار حسب ما وعدهم القيادي. وعندما سألت أحدهم هل تعرف كيف تستخدم السلاح، أجابني أنه سوف يتعلم كل ذلك في المعسكر الذي سيكون فيه مع مجموعة أخرى من أقرانه. في محاولة لتدارك الموقف في ليبيا انعقد مؤتمر برلين في يناير بحضور دولي كبير، وتم الاتفاق على عودة المفاوضات بين الأطراف الليبية ووقف القتال والتدخل الأجنبي. شهدت الأسابيع اللاحقة هدوءاً نسبياً في المعارك، ولكن في الوقت ذاته استمر الجسر الجوي بنقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا. تتباين التقديرات حول عددهم من نحو 4000 في الحد الأدنى إلى أكثر من 10000، لكنه في كل الأحوال عدد يساوي أو يفوق عدد الليبيين الذين يقاتلون في صف حكومة الوفاق. في أواخر مارس أعلن السراج عن إطلاق عملية سماها عاصفة السلام ضد قوات الجيش الوطني.
لا شك أنه في الأسابيع الأخيرة نجحت القوات التابعة لحكومة طرابلس في تحقيق بعض التقدم واستعادة بعض الأرض التي كانوا قد فقدوها لصالح قوات حفتر. نجحوا في استعادة بعض المناطق غرب طرابلس كسبراتا وصورمان على الطريق الساحلي ومهاجمة بلدة ترهونة وقاعدة الوطية جنوب غرب طرابلس. المقاتلون السوريون لعبوا دوراً في هذا التقدم، ولكن كذلك الدعم التركي المباشر. خلال الأسابيع التي سبقت العملية الجديدة لقوات الوفاق، كانت وتيرة الدعم التركي قد زادت بشكل ملحوظ. هذا الفيديو التقط من داخل السفينة بانا بعد أن رست في ميناء طرابلس قادمة من ميرسين في تركيا. تم تفريغ شحنتها ليلاً قبل أن تواصل رحلتها نحو أوروبا. اكتشف أمر هذه السفينة لأن أحد أفراد طاقمها أبلغ السلطات الإيطالية عندما رست في جنوة، فألقي القبض على قبطانها. لكن شحنات أخرى من الأسلحة يعتقد أنها وصلت جواً وبحراً. أرسلت تركيا معدات عسكرية إلى مطار طرابلس ومصراتة وأقامت نظام دفاع جوي. وخلال الأسابيع الماضية أرسلت تركيا كذلك قطعتين أو ربما ثلاثة من قطعها البحرية إلى الساحل الليبي، ونعتقد أن هناك كذلك طائرات تجسس. بالتالي فإن هذا الدعم من الأسلحة والمعدات كان عاملاً مهماً في التقدم الذي أحرزته قوات الوفاق مؤخراً، وأعتقد أن أهميته تفوق أهمية المقاتلين السوريين. ما في أحلى من هيك. أحلى عندي أحلى دولار، أحلى شو دينار. في أواخر يناير استلمت الدفعة الأولى من المقاتلين السوريين راتبها الأول في ليبيا. أعتقد في البداية في ديسمبر ويناير وحتى فبراير لم يكونوا منخرطين في قتال شديد، والكثير منهم كان يستمتع بوقته هنا. ولكن بعد قليل بدأ المشهد يتغير. ولكن الآن هم منخرطون في قتال عنيف، وهو أكثر مما قيل لهم، ولم يكونوا مستعدين له. كان هذا المقطع أحد آخر المقاطع المصورة من السوريين، فمع تغير المشهد تم منع التصوير وبدأت التسريبات الصوتية. ورطنا وجينا بس، ولكن ما بدنا حدا يورط، لأنه هلق الفيلق عم ينزل عالم هون كمان. فيلق الشام نزل عالم حدنا. معلم عم بيورطوا العالم ب2000 دولار وب1000 دولار ومكدبين. الأتراك عم يبعتونا لهون على الطلاق، ما عندهم جندي تركي وكدبين. بعدين قبضوا العالم بس أول دفعة لجت 2000، ولكن بعدها ما عطوا لحدا وما بقى يعطوا لحدا. وفركينك بدار علي الطلاق، نهار بيجيبوا لك دخان، نهار ما بيجيبوا لك، نهار بيجيبوا لك اكل، نهار ما بيجيبوا لك. وما بتصير تطلع لبرا، لانه هون يعني خلايا نايمه لحفتر اكثر منها ما في. عالم عم يقتلوها على الطرقات، وعالم يعني الله المستعان. شباب ما حد يجي على ليبيا، نحن نازلين من نحاول ننزل. طبعا نحن كنا كثير غرباء بليبيا، يعني كثير 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 غرباء، يعني نحس يعني انت هنيك بتحس حالك انه مو مرغوب فيك. يعني كثير كانوا في ناس ليبيين مثلا يقولوا لنا انه انتم ليش جايين تقاتلوا في ليبيا وان شاء الله تبركون. حتى في ناس كانت تقول لنا انتم مرتزقه، يعني من ليبيا كانت تقول لنا انتم مرتزقه، ما كانوا يامنوا كثير للسوريين يعني. عدم الارتياح لوجود مقاتلين سوريين ينتشر حتى بين مؤيدي حكومة السراج. وفي بلد غريب أهله لا يرحبون بوجوده، يصبح المسلح السوري عرضة للمخاطر حتى في أماكن سيطرة الوفاق. وتعرض بعضهم للقتل عندما ضل الطريق خارج معسكره. إضافة لذلك، فإن المعارك التي كانت متقطعة في البداية ما لبثت أن اشتدت، فسقط عشرات القتلى من السوريين لا سيما بسبب قصف الهاون.
قوات حفتر تصيب الهدف بشكل دقيق جدا جدا، يعني تصيب الساتر الترابي الذي يتواجد به عنصر قوات الجيش الوطني، وتصيب به الحفرة الفردية التي يقوم بها، يعني في أي موقع يريد إصابة الهدف كان مدفع الهاون يصيب الهدف دقيق بشكل كبير جدا. فأغلب قتلى قواتنا كانت هناك بسبب قصف قوات حفتر لنا بقذائف الهاون. ومع اشتداد المعارك زاد عدد السوريين الذين يقعون في الأسر، فكان لذلك أسوأ الأثر على معنويات رفاقهم. والرواتب التي وعدوا بها وكانت الحافز الأول للقتال صارت حسب بعض الشهادات تأتي ناقصة. بالنسبة للمصاري اجتنا دفعة واحدة من راتبه، وهو يعني كان موعود $2,000 بس ما بعتولنا غير $1,100. شهادة المرأة تدعمها شهادات أخرى. مؤخراً تناقصت الرواتب، بعضهم لم يتلقى شيئاً على الإطلاق أو تلقى جزءاً يسيراً مما كان موعوداً به، لذا فإن الأمر يزداد سوءاً. توقف صادرات النفط الليبية منذ يناير عصف بالمورد الرئيسي لحكومة الوفاق، ويتوقع أن يصل العجز المالي هذا العام إلى نحو $20 مليار. وفي تركيا التي يعاني اقتصادها تبعات جائحة كورونا، يتوقع أن يشهد الناتج المحلي هذا العام انكماشاً للمرة الأولى منذ 10 سنوات. هذه المصاعب الاقتصادية في البلدين ربما تفسر تعثر رواتب المرتزقة، لكن أياً كانت التفسيرات فإن هذا التعثر بالإضافة إلى ما بدأ ينكشف عن صعوبة الحياة في ليبيا واشتداد المعارك أدت جميعاً إلى ظهور حالات رفض للذهاب إلى هناك. جرى انشقاقات بين المجموعات البوالية التركية كفرقة السلطان مراد بعد رفض قادة من هذه الفرقة أو المجموعات العسكرية التي انضمت تحت هذه الفرقة المدعومة مباشرة من المخابرات التركية الذهاب للقتال في ليبيا، الأمر الذي أدى لانقطاع الدعم الكامل من قبل المخابرات التركية عن المجموعات التي رفضت إرسال مقاتلين إلى ليبيا. وتشير تقارير عدة إلى ضغوط تمارس على المجموعات التي تتهرب من إرسال مقاتلين خلال الأسابيع الفائتة، بأن تركيا قالت لقادة الفصائل الذين يرفضون إرسال مقاتلين إلى ليبيا أو المخابرات التركية تحديداً، وهذا نقلاً أحد قادة الفصائل، سوف نفضح فسادكم وسوف نعريكم أمام الرأي العام بالملفات الموجودة لدينا، ولدينا كثير من الملفات يعني بالنسبة للانتهاكات والسرقات والقضايا غير أخلاقية التي لديكم. ليس معنى ذلك أن تدفق المرتزقة السوريين على ليبيا قد توقف، فجسرة المال لا تزال تمثل إغراءً لكثير من المسلحين أو حتى المدنيين في ظل تردي الأوضاع في سوريا. وعصى التهديد بالملاحقة أو وقف الدعم ترهب كثيراً من الفصائل. ولكن الصور والأصوات الآتية من ليبيا تثير قلق من في سوريا. وقت أحكي معه بصوت أني بحس أنا نبرة صوته أنه مو مرتاح وأنه طلع غصب لعنه، الشيء الوحيد اللي بخاف منه أنه ما يرجع، وكثير هالشغلة بتسبب لي خوف. حسيت حالي بأني مقيد، بأني أنا عم بقاتل من أجل لا شيء، أنا رحت لقاتل من شان مال ورحت لقاتل من شان راتب، ولكن بنفس الوقت ما حسيت هناك في ترحيب أنه بوجودي بين الليبيين، فأنا تكون علي ضغط نفسي وجسدي وبدني اضطرني أني أرجع. ومع استمرار المعارك يزيد الخوف من زج أنقرة بمزيد من السوريين ليقتلوا أو يقتلوا في ليبيا.